هل صلاة الضحى تسقط عن المسافر وهل تقضى؟ جميع السنن لا تسقط عن المسافر، للمسافر أن يتعبد لله بها. صلاة الضحى والتهجد والوتر وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وجميع النوافل ثابتة للمسافر كما هي ثابتة للمقيم، إلا ثلاث نوافل هي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن السنة للمسافر أن لا يصلي هذه الرواتب الثلاث، وبقية السنن باقية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم. جزاكم الله خيرا. يقول: وهل من صلى الرواتب في السفر يأثم؟ خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سئل ابن المسيب حين رأى رجلا يصلي وفي وقت الكراهة فنهاه، فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال له ابن المسيب: يعذبك الله على مخالفة السنة.